pelvic nerve اللي هو عادي اليسار سبلانكيك في الناحية الأخرى. نفس ثلاث نقط طالع منين؟ ساكرال التاتا الوسطانيين 2 و3 و4 يريلي فين؟ تاني في تيرمينال جانجليا. يعني أهم عصبين الفيجاس والبيلفيك في تيرمينال جانجليا، عشان كده اعتبرنا البارا أساسا في تيرمينال جانجليا. سؤال ام اس كيو فيري لونج بري جانجليونيك لحد ما يوصل للجانجليا وفيري شورت بوست جانجليونيك. قلنا بيلفيس يعني حوض، إيه اللي في الحوض؟ أوعى تنس، ورا في الريكتم، قدام في البلادر. الريكتم بتاع البراز والبلادر بتاعت البول، وفي النص في جينيتاليا. طب تعال نقول هنا بقى ده صديق الجهاز الهضمي، يعني هضمنا وشغلنا الجهاز الهضمي لازم نتخلص من الـ من الـ من, الـ من الباقي من الويست برودكتس سواء في الاستول او في اليورين. عشان كده البلفيك نيرف بقى يكمل الشغله، يبقى بنشغل الجهاز الهضمي بيعمل ديفيكيشن تبرز، وفي البول يعمل ميكتوريشن تبول. يبقى ديفيكيشن اهم كاتبها لك، ميكتوريشن يعني تبول وديفيكيشن. طب قول انت بقى التفصيلات ما انت عارف، يبقى تعمل ايه عشان نلفظ محتويات المستقيم واليورين بلادر؟ يبقى الوول نعمل له كونتراكشن بالعكس، ونريلاكس المحابس العضلات القامطه او القابضه. مره تاني في عشان البول والبراز في انترنال واكسترنال، مين فيهم انفولنتري تبع الاوتونوميك؟ الانترنال. الاكسترنال دي مش تبعنا خالص، يبقى كونتراكت الوول وريلاكس الانترنال. نيجي على الجينيتاليا. قلنا يا شباب ان هو سكريتو موتور سيستم، دي تذكرك، يبقى يعمل سكريشن للبروستيت والسيمينال فيسكا، ارسمهم مليانين اهم. طب في سكريشن للسائل المنوي عشان ينتقل للانثى محتاجين انبوبه، وده فكره الاريكشن. اريكشن يعني انتصاب للبينس او ما يعادل البينس في الانثى اللي هو اسمه كليتورس اللي هو البذر كليتورس، يبقى ينصبها. وقلنا الانصاب ظاهره وعائيه، يبقى فازو دايليتيشن. وعموما قلنا البارا بيعمل فازو ايه يا شباب؟ دايليتيشن، ما عدا في الكورونري بيعمل فازو كونستريكشن. يبقى ده سهل جدا بلفيك نيرف، هقولها تاني في عجاله. من اهميه الانتصاب بيسموا البلفيك نيرف، وده اللي هجيبه لك في الامتحان، نيرفاي ايريجنس اعصاب الانتصاب. لو باظ البلفيك نيرف ده زي في مرض السكر، اكتر حاجه بتبوظه الانتصاب لا يحدث. ومن حق الزوجه، لان الزوج هيبقى عنده عنه ضعف الانتصاب، يبقى ان تطلب الطلاق لان ده غير قادر. يبقى البلفيك نيرف بيكمل الصوره ب ديفيكيشن وميكتوريشن، تبول وتبرز، التخلص من الويست برودكتس عمليات الهضم. يبقى الوول يكونتراكت الوول ويريلاكس اني سفينتر انترنال سفينتر، ويبتدي العمل الجنسي. هو سكريتو موتور، الجمله الذهبيه سكريتو، يبقى يعمل سكريشن. تيجي بالثانيه السكريشن عشان ينتقل في ميل محتاج اريكشن، وهتؤكدها لك اكتر. والاريكشن ده ظاهره وعائيه، ما هو لا فازو دايليتيشن، والبارا اساسا بيعمل فازو دايليتيشن. ده سؤال نظري مهم اس الف. في عجاله هلم لك مره اخرى الخريطه بتاعت الباراسمباتيك، اوعى تنساها. انا بستعجب لما الاقي زميل فاضل هنا او هناك عمال يشرح عصب عصب. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بص معايا من فضلك، من هو ربنا خلق الباراسمباتيك؟ اهو تاني هنقول الجمل الاساسيه، اكيد ده سكريتو موتور سيستم، سؤال ام اس كيو. انابوليك بيبني، يعني انرجي بريزيرفنج، سؤال ام اس كيو. بيطلع منين؟ كرينيو ساكرال، اربع اعصاب كرينيال 3 7 9 10، والساكرال بيطلع البلفيك نيرف. ده ليه ربنا خلقه؟ ده اساسا صديق الجهاز الهضمي. من هو مايسترو الجهاز الهضمي؟ الفيجاس. بيشغل اربعه باللون الاسود ورا بعضهم، اللي هم اوسوفيجاس، ستومك، سمول انتستين، اند لارج انتستين. يبقى ده موتو وسكريتو الاربع اعصار. وقلنا الجملة الرهيبة، الفيجاس هو مايسترو الجهاز الهضمي، كملها أنت تاركا إيه؟ النهايتين، النهاية السفلى للبلفيك نيرف، بس طبعًا بيشيل الحاجات اللي هي مش تبع الجهاز الهضمي، شال معاه البلادر وشال معاه الجينيتاليا. كل واحد بيشيل اللي في منطقته، والفيجاس شال اللي في منطقته اللي هو الثوركس اللانج والهارت، وحتى الفيشيال شال اللاكريمال والنيزل.
يبقى الفيجاس مايسترو الجهاز الهضمي تاركة نهايتين، النهاية السفلى للبلفيك نيرف والنهاية العليا اللي هي الغدد اللعابية باللسان اللي فيه غدد لعابية لسبعة وتسعة اللي أنا ممتن ليهم في الكلام. مين خرج بره المنظومة؟ الأوكلوموتر. حتى قلتها في تأمل جميل إن الأربعة دول بيبنوا الأبدان. الأوكلوموتر يخليك تقرأ يبني الأذهان، ففي تكامل كل بناء للأبدان بأربع أعصاب من الخمسة والأوكلوموتر. شفت بقى الصورة تبقى جميلة زي ما تبقى واضحة كده. الفيجاس ماستر الجهاز الهضمي، اوعى تنسى الجمله قلتها 10 مرات النهارده، تاركه النهايتين، النهايه العليا اللي هو للغدد اللعابيه 7 و9 والنهايه السفلى للبلفيك نيرف اللي هي الحته اللي تحت. مين بره المنظومه؟ اللي هو الاي. في الاسئله النظري ثلاثه، الفانكشن في الهيد نيك تكتب ثلاث اعصاب، انتم وانا، انتم بتقروا بالاوكل موتور وانا بتكلم باللعاب فيشر جروس وفرنجي. ثلاث اعصاب لو جالك الهيد نيك، أوكلوموتر وفيشر جروس فرينجل، في كل واحد تكلم عن ثلاث نقط، النيوكلياس، الجانجلون، الفانكشنز. تاني سؤال اللي هو الفيجاس موتور الأربعة، سكريتور الأربعة، اوعى تنسى الجول بلادر، وهيشيل معاه ايه بقى هنا؟ هيشيل معاه اللانج والهارت، وبعدين البلفيك نيرف ديفيكيشن ميكتوريشن، وبعدين يبتدي العمل الجنسي سكريشن واريكشن. بس عشان انا عامل حسابي ان احنا عاوزين نخلص في وقت معين، فهتعبكم قليلا لمدة 5 minutes زيادة، معلش بستأذنكم. انه في ناس بتسأل، طب ساعات بيبقى الليمز الابر ليمب واللور ليمب والابدومينال والثراسيك وول، ما انا ما ضاعش وقتي في هذا الكلام يا شباب. هو ايه اللي موجود في الليمز والابدومينال والثراسيك وول غير ده في حالة السيمباثاتيك؟ على فكرة الحتة دي تبع السيمباثاتيك مش تبع البارال، دي ما فيش بارال الليمز والابدومينال والثراسيك وول، فيها سكين وسكيليتال ماسل. يبقى النفر الواحد سألك ايه وظائف السيمباثاتيك في الابر او اللور ليمز او الابدومين او الثراسيك ماسل، مفيش عندك غير حاجتين، سكين وسكيتال ماسل. السكين تعرف ثلاث وظائف خدناهم في الهيد نيك، كان بيعمل سويتنج نمره واحد، فازو كونستريكشن عشان ما تعور ما تنزفش، والكلام القبلة اريكشن اوف هير انصاب الشعر. والسكيتال ماسل دي انت بتفايت بيها يبقى تعمل فازو دايليتيشن. ادي لو سألك وظائف السيمباثاتيك في الابر ليم او اللور ليم. طب تعال نشوف لو سالك هو بيريليف انهي جانجليا بالعقل، اختار، ما عندكش غير لاترال وكولاترال، يبقى طبعا لاترال لان الكولاترال دي بتاعه الجهاز الهضمي، والابر ليم هيبقى من فوق اللور ليم من تحت. طب طالع من انهي حته السيمباثاتيك، ثوراكو لامبر، يبقى الابر ليم تاخد من فوق اللور ليم تاخد من تحت. فما تقعدش بقى تفتكر ده سؤال ملوش اي قيمه، لان ما فيش في الابر ليم واللور ليم والابدومينال والثراسيك غير سكين سكيتال ماسل. فلو سألك تجاوب سكين من الهيد نيك وسكيتال ماسل فازلتيش، ادي كل القصه. نيجي بقى سنترز كنترولينج الاوتونوميك نيرفس سيستم، ده سؤال شافه هنقوله في عجاله. السنترال نيرفس سيستم يعني اكثر اهميه واعلى مقامه من الاوتونوميك، ففي خمس مراكز في السنترال نيرفس سيستم بيتحكموا في الاوتونوميك نيرفس سيستم. ناخدهم من حيث انتهينا في البارا، اللي هو الساكرا اللي هو البلفيك نيرف 2 3 4 ساكرا. كان بلفيك نيرف كان بيعمل ايه البلفيك نيرف؟ تعال نبص مع بعض. بيعمل ديفيكيشن اهي وميكتوريشن والانتصاب اريكشن، حتى سموا البلفيك نيرف نيرفاي اريجنتس اعصاب الانتصاب. يبقى فين مركز التبرز والتبول والانتصاب؟ 2 3 4 ساكرا. لو بوظت باظ المركز ده يبقى لا في تبول وتبرز ولا انتصاب. حتى بقولها بطريقه يعني اتصور انها طريفه عشان ما تنساهاش. لو جالك رصاصه في العظم العجوزي هتعجزك، يبقى لا عارف تتبول يركبوا لك قسطره، ولا عارف تتبرص كل يوم الصبح حقنه شرجيه، ولا طبعا في اريكشن. اريكشن ايه ده؟ انت اساسا ماشي بقسطره وكيس بتبول البول وحقنه شرجيه، مفيش الكلام ده. يبقى العظم العجزي، رصاصه بالعظم العجزي هتعجزك. سنتر فيها المدله اوبلنجاتا النخاع المستطيل، ده بقى مش هيعجزك، ده فيه الفايتال سنترز مراكز الحياه. انت حي، بنعرف ازاي انك انت حي او توفاك الله؟ بمراقبه النبض الكاردوفاسكولار سيستم والنفس الريسبيراتوري سيستم. يبقى لو خدت رصاصه في المدله اوبلنجاتا وفي
يعني شخص اعرفه انتحر حط فوهة المسدس في فمه فوهة وضرب دمر المدالة الأولنجية. فاهم طب، طبيب وفاهم طب، بينتحر بطريقة سريعة جدا، دمر الفايتال، يسموه فايتال يعني حيوي. يبقى الكاردو فاسكولار سيستم تلخبط والريسبيراتوري سيستم هيقف الريسبيريشن. يبقى افتكر مراكز الحياة، انت حي بالنبض والنفس، يبقى مراكز الحياة في المدالة الأولنجية نبض ونفس. نطلع فوق 100 برين، انا اخدهم من تحت لفوق، كل الاي ريفلكسز السنتر بتاعهم في ال 100 برين، زي اللايت ريفلكس، لو حطيت ضوء في عينك بتضيق الحدقة ده يسموه لايت ريفلكس، لو لمست القرنية هتقفل عينيك الاثنين، لو اي حاجة لو لمست في حتة قطنة القرنية اليمين عينيك الاثنين يقفلوا، يسموه كورنيا ريفلكس. لما تحط كتاب قصاد وجهك قلنا السيلياري ماسل هتنقبض، هتزود قوة اللينز، هتجمع الأشعة المتفرقة، يسموه اكوموديشن ريفلكس. عاوز الاي ترتبط في ذهنك بالميت برين، بالميت برين. نطلع من أربعة، الهايبوثالامس، وأصل الكلمة هايبو يعني تحت، وثالامس يعني المهاد اللي هو سرير الطفل الرضيع، مش يقولك من المهد إلى اللحم، فهايبوثالامس يعني تحت المهاد، تحت السرير بمعنى آخر، بس طبعا مقصود بيه مش أي سرير، سرير الطفل. تنظيم الحرارة، منظم الحرارة اسمه ثيرموستات، موجود في اللي بينظم حرارتك بالعرق، مع حاجه اوتونوميك انفولانت موجود في الهايبوثالامس. تنظيم الجلوكوز، جلوكوستات منظم الجلوكوز في الهايبوثالامس. ابيتايت يعني شهيه، الابيستات منظم الشهيه، كل دول موجودين في الهايبوثالامس. حفظتها لاجيال بطريقه اتصور انها سهله، ان اوعى تنسى كل المنظمات في الهايبوثالامس. اقولها بقى بطريقه اللي مش هتنساها، كل الستات تحت السرير. طبعا انا انت سمعتها غلط، انا بقولش ستات، ستاتس، ستاتس يعني منظمات تحت السرير، اقصد في الهايبوثالامس تحت المهاد. يبقى اوعى تنساها، اي ستات اما يجيب سيره ستات في الشفوي او في الامش كيو قول له هايبوثالامس. كل المنظمات الستاتس في الهايبوثالامس تحت المهاد. نطلع اخر حاجه بقى، انا واخدهم من تحت لفوق طبعا خمسه لواحد، اللي هو الليمبيك كورتكس، القشره الليمبيك، يعني الناس كده ما تعرفهاش منطقة الحدود، مش انت في فص يمين وفص شمال، فالليمبك هو منطقة الحدود. والهايبوثالامس معاهم تاني، يعني الليمبك كورتكس ومعاهم الهايبوثالامس، دول مهمين للايموشنال ريفلكسز والبيهيفير ريفلكس. لما بتقابل حد ضربات قلبك بتزيد. فين السنتر؟ اللي هو منطقة الحدود، الليمبك كورتكس وهايبوثالامس. ودي على فكرة فكرة جهاز كشف الكذب. اللاي ديتكتنج ابريتس، لاي يعني كذب، ديتكتنج يعني اكتشاف، ابريتس. انه انت ممكن تتحكم في الحاجات الفولانتري السوماتيك، لكن لا تملك الحاجات الاوتونوميك لانها انفولانتري. فجهاز كشف الكذب بيقيس التغيرات الاوتونوميك اللي بتحصل لك في الحكايه دي، واللي ما تقدرش تتحكم فيها، فيعرف انت بتكذب ولا لا. وعلى فكره نسبه نجاحه 100%. يعني كانوا بيقولوا للرؤساء في امريكا، في دوله الجوار هنا، لان دلوقتي في كندا، إذا سألك سؤال لو قال لك قتلت وأنت قتلت، خدت مخدرات وأنت خدت مخدرات، اوعى تكذب، لأن اللاي ديتكتنج أبريتس هيكتشفك. مش هتتحكم في تقاسيم وشك، في تعبيرات وجهك، لكن ما تتحكمش في الإنفولانت. فالإيموشنال بيهيفير ريفلكسز موجودة في الليمبيك كورتكس والهايبوثالامس. يبقى تاني ده سؤال بيجي إم إس كيو وشفوي. السنترال نيرفس سيستم أعلى مقام من الأوتروميك نيرفس سيستم، يتحكم فيه في خمس مواضع من تحت لفوق. العجوزي 2 3 4 ساكرال، ده مراكز التبرز والتبول والانتصاب اللي اخذناها مع البلفيك نيرف. رصاصه في العظم العجزي تعجزك، لا في تبول عاوز لك قسطره، ولا في تبرز، ولا طبعا في انتصاب. اطلع لفوق، دي الاخطر، دي بقى فايتال سنتر، حيويه يعني نبض ونفس. يبقى مراكز النبض والنفس كارديو فاسكولار، كارديو فاسكولار سنتر والريسبيرتوري سيستم موجودين في المدله الاوبلنجات، نخاع المستطيل. ميد برين موجود، ده مرتبط بالعين، اي ريفلكس، اي حاجه في الاي حتى في السبيشال سنس موجوده في الميد برين. اي ريفلكس متعلق بالعين، لايت ريفلكس، كورنر ريفلكس، اكوموديشن ريفلكس، ميد برين. نمره اربعه، انا واخدها بالعكس، كل الستات المنظمات، منظم الحراره، منظم الجلوكوز، منظم الشهيه، الابيتايت، تحت السرير في الهايبوثالامس. كل الستات تحت السرير، تحت المهاد. كوستاتس هنا يعني منظمات في الهايبوثالامس، نظم الكيمستري بتاعت الجسم، الجلوكوز في الجسم، حراره الجسم، الابيتايت. اخر حاجه بقى عبد الحليم حافظ،
تحطه فوق راسك من فوق، الايموشنز العواطف تحطها فوق خالص، والبيهيفير ريفلكس عشان ما تنساش. عبد الحليم فوق دماغك من فوق في الليمبك كورتكس ومع الهايبوثالامس ايموشن اند بيهيفير ريفلكسز. بشكر حسن انصاتكم يا شباب، اشكركم على وقتكم اللي بتسهوني، واتمنى ان تكونوا بتستفادوا. ولا تنسى ان باذن الله يوم الخميس القادم في نفس الموعد هبتدي معاكم الانترودكشن عشان تحسوا ان احنا ماشيين كويس، وبرضه هيبقى في امتحان ام اس كيو. وبرضه خد بالنصيحه من فضلك، انت اسمع الحصه كده بتأني لوحدك بالرسومات اللي بنزلها لك، تصورها وتبقى عندك فايلز وتكتب عليها الكلام المهم، او لو عندك دياجرامز من الاول حصلت عليها. وبعدين ما تضيعش وقت في المواصلات، ما تضيعش وقت، الوقت اسمن ما في الحياه هو الوقت يا شباب. يعني لما يعني تاتي الساعه وكل واحد له اجل، مش هيبقى مخلص اخر قرش ولا مخلص اخر لبس لبسه، لكن مخلص وقته. فالوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه، مفتدين الوقت، اهم حاجه الوقت. انما ان احنا نقعد ماشيين كده نضيع في وقت ده، وبقول لك مذاكره باسف، مش هتعمل مجهود. حط السماعات في ودنك واقعد اسمع الحصه وانت ماشي في الشارع وانت راكب مواصله، بليف مي صدقني لو سمعتها مرتين هتحفظها صم. جود لك، والقاكم على خير يوم الخميس باذن الله. جود لك يا شباب.